ما هذا الصباح والجزء المخصص للقراءة في عناوين ومنشطات صحف مصر الصادرة صباح اليوم. هنبدأ مع حضراتكم بمنشط من جريدة الأهرام والصفحة الأولى من الأهرام، العنوان: الرئيس يقول تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة، تعزيز التعاون مع إيني الإيطالية في مجال البحث والتنقيب. شركة إيني شركة ليست بالجديدة على مصر، شركة ليها استثمارات وليها سابقة أعمال في مجال التنقيب عن البترول والغاز في مصر، وهي أيضا شركة لها سمعة عالمية كبيرة. لكن خلونا نسأل دكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة والطاقة عن هذا الموضوع. دكتور سامح صباح الخير. صباح الخير يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب والشعب المصري والعالم أجمع بكل خير وصحة وسعادة. اللهم آمين، وحضرتك بألف خير وصحة وسعادة. دكتور سامح، شركة إيني والتعاون المستمر ليها مع مصر، لماذا هذه الشركة تحديدا ربما، ولو وجهة نظر حضرتك تجاه ما وصلت إليه مصر في ملف استغلال الثروات المصرية في المياه الإقليمية وفي أرض مصر من الطاقة؟ هو حضرتك ان شاء الله لما نتكلم على شركه ايني، شركه ايني لها معانا في الاستكشاف ومعانا في الغاز المسال ومعانا في الهيدروجين. في الاستكشاف هي كانت من اوائل الشركات اللي موجوده معانا وفي حقل ظهر، والحمد لله نجحت فيه نجاح كويس. وبعدين احنا نعرف ان راس المال دايما جبان. الشركه لو لم تجد الاستقرار والنجاح في قلب مصر والثروات الموجوده فيها كتير ما كانتش كملت. هي كملت معانا بعد الاستكشاف، دخلت معانا في الغاز المسال في مصنع دمياط. ومصنع دمياط من الحاجات اللي ظهرت مصر من سنه 20 ل 21 بنتيجه عاليه جدا. يعني في شركه من خلال دمياط اول سنه او سنه 2020 احنا صدرنا حوالي 1.5 مليون طن غاز. سنة 21 بعد ما حلينا المشاكل وكانت معنا شركة إيني في شركة في مصنع دمياط، صدرنا حوالي 6.5 مليون طن، يعني ما يقرب من 9 مليار و2 من 10 متر مكعب. وإن إحنا دخلنا السوق العالمي على طول. نعم. يعني من التصدير ده الدول اللي هي كانت بتستورد مننا، الهند وباكستان والصين وتركيا وبنجلاديش واسبانيا واليابان والكويت وفرنسا وبلجيكا، ان احنا نحط رجلينا غاز مسال في المناطق دي بعيد عننا، فدي ده شيء عظيم جدا بالنسبه لنا. نسبه النجاح ده من سنه 2020 ل 2021، التفوق من 1.5 ل 6.5 يعني يعادل 380% نجاح او فرق. ده بالنسبه للغاز المسال. لما نتكلم شركه ايني اشتراكها معانا في الهيدروجين الاخضر، في الهيدروجين هي اشتركت معانا في حاجتين، في الهيدروجين الازرق والهيدروجين الاخضر. الهيدروجين الازرق اللي بيطلع من الغاز وده شيء كويس، ولكن الافضل منه الهيدروجين الاخضر. والهيدروجين الاخضر بيطلع من الطاقه المتجدده والميه، واحنا عندنا في مصر السواحل اللي موجوده عليها الميه 3000 كيلو متر، الساحل بتاع البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط، المساحه عندنا متوفره، يعني كل المقاومات موجوده، المناخ كويس جدا بان احنا نعمل طاقه جديده ومتجدده، الخبرات متوفره بان احنا عملنا بنبان وعملنا محطات طاقه شمسيه كثيره جدا، الاستقرار وده اهم شيء موجود في مصر. وهنلاحظ ان بعد شركه ايني ان الشركات العالميه كلها، وبالاخص بعد المشكله اللي موجوده ما بين روسيا واوكرانيا، العالم كله بيتجه الى الطاقه الجديده والمتجدده وبالأفضلية الهيدروجين الأخضر، فكله هيدور على المناطق اللي فيها استثمار آمن وواعد في العالم، وكلهم بيبصوا على شمال أفريقيا، وشمال أفريقيا لا تتميز فيه دولة مثل مصر ولله الحمد بالمناخ والموقع والاستقرار والمقاومات الرئيسية زي ما قلت لحضرتك. نعم. إنها تنتج هيدروجين أزرق أو تنتج هيدروجين أخضر. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور سامح نعمان أستاذ بكلية الهندسة وخبير الطاقة، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه المعلومات. هروح مع حضراتكم إلى جريدة الأخبار ومن الصفحة الأولى للجريدة.